إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وصار على طريقته واتبع نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الفضلاء الأعزاء، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. أما بعد أيها الأحبة في الله، بعد عمل شاق في يوم طويل جئت إلى فراشي لأضع رأسي على وسادتي، وكاد النوم يغلبني، وفجأة هالني سؤال أفزعني من نومي، هالني سؤال أطار النوم من عيني، هالني سؤال جعلني أفكر طويلا في هذا السؤال. أما تدري ما هذا السؤال الذي أقلق راحتي؟ أما تدري ما هذا السؤال الذي أطار النوم من عيني؟ أما تدري ما هذا السؤال الذي جعلني أفكر طويلا فيه؟ سؤال طار بخاطري حقيقة والله لا جدال في ذلك. هذا السؤال الذي دار في خاطري، هل أي ضرر سأسكنها في الدنيا؟ أم كيف أشيدها وأزينها؟ أم أنها أي تجارة أكون أعمل بها؟ وأي تجارة تربح معي ربحا كثيرا؟ إن السؤال الذي دار بخاطري سؤال أقلق راحتي، أطار النوم من عيني. أما تدري ما السؤال؟ السؤال: يا هل ترى أي القبور قبري؟ يا هل ترى أي القبور قبري؟ سؤال دار في خاطري، وراودت نفسي بعد رحيلي من هذه الدنيا وأنا نائم على فراشي وقد يكون الصباح في القبر، فأي قبر يكون قبري؟ أي قبر يكون قبري أيها الأحبة في الله؟ ولذلك لما أردت الإجابة على السؤال أردت أن أقسم هذا الموضوع إلى عناصر. العنصر الأول: دار ليلة ودار وليلة ودار. العنصر الثاني: قبر يتكلم. والعنصر الأخير: ما السبيل إلى ذلك؟ أحبتي في الله، دار وليلة. أما الليلة والدار، أما الدار فهي دار الدنيا، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء والأرض. إذن هذه الحياة الدنيا فيها زينة، فيها تفاخر، فيها تكاثر في الأموال والأولاد، دار. وأما عن الليلة فهي ليلة العرس التي يتمناها كل شاب، يجهز في هذه الليلة فراشا لين وطعاما طيب، وينتقي عروسا جميلة ليلتقي في أول ليلة من عرسه. وهذه الليلة يتكلم فيها كل شاب وإن طال به العمر، يقول: أما ليلة العمر فهي ليلة لقائي بعرسي، لا
ليلة زين فيها دارة وشيد فيها عقارة وبنى فيها فراشة وزين مطعمه وملبسه ودخل على عروسه في أول ليلة في دار الدنيا. أما الليلة الأخرى هي أول ليلة يبيت فيها العبد في قبره، ليلة من جهز لها ومن جهز لهذه الليلة، وكيف يكون حاله وكيف يكون مآله وكيف يكون مقاله. أول ليلة في قبر أيها الأحبة، هذا سؤال دار في خاطري، والله ما جهزت لهذا اللقاء بمناسبة هذه الوفاة، إنما هو موضوع اللقاء لن يتغير. يا ليت ترى أي القبور يكون قبري. ولذلك ليلة العرس يتمناها كل شاب، أول ليلة يدخل على عروسه يتمتع فيها بعروسه لا ينساها. فهل فكرت أيها الحبيب أول ليلة في قبرك ماذا ستكون؟ وأي يكون هذا القبور قبرك؟ وأي يكون هذه المقاعد مقعدك؟ أحبتي في الله، تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما بكل نفيسة، متمتعا بكل نفيسة لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا تلد الهموم بباله. ما كان هذا كله ليفي بمبيت أول ليلة في قبره. إذا تمتع الفتى كل المتعة التي نعلمها وكل النعيم الذي نراه، وهذا عاش في حياته لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا تلد الهموم بباله. ما كان هذا كله ليفي بمبيت أول ليلة في قبره. أيها الأحبة في الله، قال أنس بن مالك: ألا أحدثكم بيومين وليلتين؟ يومين وليلتين، لأن العبد أيها الأحبة في الله إن جاءه الموت فجأة، العبد الطائع المطيع المستقيم على منهج الله عبد يفرح بلقاء الله، وأدعو الله أن يكون من هذا من هؤلاء، عبد يفرح بلقاء الله، عبد طائع مستقيم مهتم. فإذا بعبد آخر ضيع وفرط وضيع وأضاع، فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل تعمل صالحا تبني دار؟ لا. هل تبني عقار؟ لا. هل تشتري سيارة؟ لا. هل تبتغي إمارة؟ لا. إنما يريد أن يعمل صالحا لأنه رأى فضل العمل الصالح عند احتضاره، لأنه رأى فضل القرآن عند احتضاره، لأنه رأى فضل الصدقات عند احتضاره. يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم قبر إلى يوم يبعثون. أرى أهل القبور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور، أبوا أن لا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. لعمرك لو نظرت إليهم بعد ثلاث ما عرفت الغني منهم من الفقير. أكل الثرى هذا وهذا، فما فضل الغني عن الفقير؟ قال أنس بن مالك: ألا أدلكم على ليلتين ويومين، على يومين وليلتين لم تسمع فيهم الخلائق قط؟ ما هما يا أنس؟ أما اليومين هو يوم أن تعرض، يوم يأتيك البشرى من الله، إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. عندما تأتيك ملائكة من عند الله، وهذا ما سنعلمه أيها الأحبة الآن، قال: أما اليوم الثاني هو يوم أن تعرض على ربك جل وعلا يوم القيامة، إما أن تأخذ كتابك باليمين، وأدعو الله أن نكون من هؤلاء، وإما أن نكون غير ذلك أيها الأحبة في الله. أما الليلتين فهي أول ليلة في قبرك، والليلة الثانية تتمخض عن صريحتها يوم القيامة: يومين وليلتين ما سمع بهما الخلائق قط، أما عرفتهما أيها الحبيب؟ ولذلك أريدك أن
نفسك سؤالا الذي سألته لنفسي وأراقني ولم يأتي النوم في عيني، أي القبور يكون قبري؟ أي القبور يكون قبري؟ أيها الأحبة في الله، إذن أنتقل بحضراتكم إلى الجزء الثاني من اللقاء. قبر يتكلم، أما تعلم حاله؟ أما تعلم مآله؟ رأيت الناس يعجبون، يرون القبور ولا يتأثرون. فهذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه كانوا يذكرونه بالجنة والنار، لن يتأثر. وإذا ما تذكر القبر بكى، فقال يا عثمان نذكرك بالجنة والنار ولا تبكي، ولما نذكرك بالقبر تبكي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة. انتبه، لأنني رأيت كثيرا من الناس انشغل بالدنيا ونسي قبره، الذي الآن مع أخانا الذي توفي الآن، مع أخانا أو أختنا التي توفي الآن، هذا الأخ يذهب معه من؟ أهله وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى عمل. قال عثمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة. أريدك أن تنتبه، وكأن الآخرة لها رأي عين عندنا، نعم هو القبر. قال رأيت إن القبر أول منازل الآخرة، من نجا منه فكان ما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فكان ما بعده أشد. انتبه، هل فكرت هل لك نجاة في قبرك أم لا؟ هل فكرت ستنجو بعد في قبرك أم لا؟ أيها الأحبة في الله، القبر يتكلم ليضم ما نجا بها أحد. سعد اهتز له عرش الرحمن، شيعه في جنازته 70,000 ملك، فتحت له أبواب السماء، ورغم ذلك لم يعفى سعد من ضمة القبر. القبر يتكلم، أنا بيت الوحش وعفى. هذا داوود الطائي دخلوا عليه في داره، وأنا ما أرى الناس الآن كثرة التشييد والتزيين في دورنا جعل الناس ينسون قبورهم وينسون لقاء ربهم إلا من رحم ربي، وأدعو الله أن تكونوا أنتم ممن رحم ربي. رأيت الناس يتعجبون للدنيا، يزخرفون ويشيدون. أما داوود الطائي دخلوا عليه في داره، قالوا يا داوود أما تستوحش في هذه الدار؟ ليس معك فيها شيء، ليس لك فيها فراش ولا غطاء، وأما باب الدار فليس موجود، أما تستوحش؟ قال إن وحشة القبر أنستني وحشة الدنيا. يا الأحبة انتبه، إن كنت في رغد من العيش فانتبه، سترحل من هذه الدنيا إلى المرحلة الثانية وهي الدار البرزخية. من عمل لها؟ من أعد لها؟ من استعد لها؟ من قدم لها؟ هل فكرت أن تكتب كتابة تقول يا هل ترى أي القبور قبري؟ يا هل ترى أي القبور قبري؟ سألت الدار عن الأحباب ما فعلوا؟ فقالت لي أناخ القوم أياما وبعدها رحلوا. فقلت فأين أطلبهم وأي مساكن سكنوا؟ فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا. أيها الأحبة، نحتاج إلى أن نقف مع أنفسنا، لأن الغفلة وصلت إلى القلوب ما وصلت. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، غفلة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. يا الله يا الله، انظر كيف صورت هذه الآيات حال الإنسان. دكت الأرض، هذه العمارة وتلك التسجيل الذي نراه على ربوع الأرض الآن، دك
أصبح رومانس روم. نعم، وجاء ربك بجلاله وعظمته والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. أردت أن أحسب عدد الملائكة فوجدتهم 4,900,000 ملك يجرون جهنم. في هذه اللحظات يتذكر الإنسان، في هذه اللحظات يتذكر الإنسان أن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال العلماء يا ليتني قدمت في حياتي، يا ريتني ما ضيعتش، يا ريتني ما فرطتش، يا ريتني ما عصيتش ربي. ولذلك أيها الأحبة، نحتاج إلى أن تستيقظ القلوب من غفلتها، نحتاج إلى أن تستيقظ القلوب من غفلتها. ميت نراه، نذهب معه إلى المقابر، نتعظ لحظة ثم نعود إلى الدنيا، نتعظ لحظة ثم نعود إلى حياتنا الدنيا. ولا حياة لمن تنادي أيها الأحبة في الله. قبر يتكلم، تكلم مع من؟ مع عمر بن عبد العزيز. قال كان في جنازة وتأخر عمر، فقال يا أمير المؤمنين، يا عمر جنازتك وتتأخر، يعني الجنازة تبعك وتتأخر. قال عمر ناداني القبر، فقال يا عمر أنا سألتني ما فعلت بالأحبة؟ هذا حالنا، هذا حالنا بعد رحيلنا. ولكن أبشر في نهاية اللقاء، أبشرك بنعمة عظيمة، حتى لا تقول هذا الشق نادنا، لا، أقول لك أبشر في نهاية اللقاء ستعلم جزاء الطائعين المتقين الصائمين الصادقين، وندعو الله أن نكون منهم. قال يا عمر أما سألتني ماذا فعلت بالأحبة؟ أما الأكفان فقد حرقتها، والدماء مصصتها، والأبدان مزقتها، أما سألتني ماذا فعلت بالأعضاء؟ يد نزعتها من الذراع، وذراع من الكوع، وكوع من الكتف، وقدم من الساق، وساق من الفخذ، وفخذ من الوركين. أما سألتني يا عمر؟ فقال عمر أف لك من دار، أف لك من دار، كثيرك قليل وعزيزك حقير، ونحن منك في المرور، نحن منك في المرور أيها الأحبة في الله. وتكلم القبر، هذا ما أفصحه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البراء بن عازب. هذا الحديث سمعتموه، هذا الحديث تحفظوه، لكن أريدك أن تعي بقلبك، عسانا أن نجد فيه مخرجا، عسانا أن نجد فيه مخرجا أيها الأحبة في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال العبد عندما تصعد روحه، إن كان من أهل الإيمان تصعد روحه وتفتح لها أبواب السماء، ثم يأمر الله عز وجل أن تعاد الروح إلى الأرض. قال بالنسبة للعبد المؤمن، قال فتعاد روحه في قبره، فيأتيه ملكان يقعدانه ويسألانه وينتهرانه، من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ولنا وقفة، لنا وقفة أيها الأحبة في الله. والله لن يستطيع عبد في قبره أن يقول ربي الله إلا إذا عرف الله. يريدك أن تنتبه لهذا جيدا، كيف يقول ربي الله ومن عرف الله؟ كيف يقول ربي الله وإذا أراد أن يعصي الله أغلق نافذة وأحكم أبواب وهم بمعصية الله؟ كيف يقول ربي الله؟ كيف يقول ربي الله وإذا ما خلى بمعصية الله انتهكها؟ كيف يقول ربي الله وإذا أراد أن يعصي الله أغلق نافذة وأحكم أبواب وهم بمعصية الله؟ وإذا ما هز الهواء ستر الباب اهتز قلبه ولم يهتز قلبه بنظر الله جل وعلا عليه. كيف يقول ربي الله بشاب ضيع أوامره؟ كيف يقول ربي الله لشاب عصاه؟ كيف يقول ربي الله بامرأة تبرجت وخرجت تظهر مفاتنها للنساء للرجال
إذن إذا أردت أن تكون في قبرك وأدعو الله أن يكون أثنى من هؤلاء أن يكون ربي الله. الله قدام حضرتك كنا في جنازة الأول أمس من يومين، وبعدما انتهينا من الجنازة فإذا بأخ من الإخوة محب رفع صوته وقال: يا فلان، إن جاءك الملكان السائلان يسألانك من ربك فقل ربي الله. والله والله لو اجتمعت الأمة بأسرها لتلقن ميتا ما عرف ربه ما يقول ربي الله. فحديث التطفيل حديث غير صحيح. يا فلان ابن فلان إن جاءك السائلان، هقول لحضرتك إيه؟ لو كان الميت ده ميت على معصية، إيه اللي هينفعه تطفيل إيه؟ لو كان الميت ده ميت وهو مدمن مخدرات، هتنفعه تطفيل إيه؟ لو كان الميت ده ميت وهو ثاني، هينفعه تطفيل بإيه؟ إذن لابد إذا أراد العبد أن ينتفع بقبره أن يحسن العمل. أن يحسن العمل. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيه ملكان ربك ما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ربي الله. دين الإسلام، لأنه أقام الإسلام في بيته، أقام الإسلام في نفسه، أقام الإسلام في معاملاته. قال: ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم أحب النبي حبا حبا جما، أحب النبي محبة صادقة إن كان منفذا لسنته، وإلا لم يكن كارها لمن نفذ سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. من ربك؟ ربي الله. وما دين الدين؟ الإسلام. ومن نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول فينادي مناد، اسمع الحتة دي في الحديث: من السماء أن صدق عبدي تفرش له من الجنة، اللهم ارزقنا، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. تخيل تخيل عندك إيه في الدنيا؟ عندك عمارة كبيرة ومعندكش عمل صالح خسران، عندك أموال كثيرة وعاصي خسران. انظر إلى الفوز، إذا الفوز بقى انظر إلى الفوز، ده احنا عاملينه في لحد يا شيخ، ده اللحد طيب يا شيخ. قدرة ربنا يا أخي، قدرة ربنا، الله قادر على كل شيء. قال: افرشوا له من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. ثم يأتيه رجل حسن الثياب، طيب الريح، حسن الوجه، فيقول: من أنت وجهك الذي وجهك يأتي بالخير؟ قال: أنا عمل الصالح. اللي هيروح مع أخي بالعمل، الصلاة، الصيام، الزكاة. طب يا شيخ المباراة هتروح معايا ولا لا؟ هتروح معايا، أنا من الأعمال. لكن حطها في ميزان إيه؟ ما أعرفش. حضرتك افتي نفسك، زي ما قال أحد الأئمة، قال واحد: يا شيخ الغناء حرام ولا حلال؟ الإنسان لما بيغني أو يسمع الغناء حلال ولا حرام؟ قال: إن جيء بميزان الحق والباطل يوم القيامة ففي أي ميزان يوضع الغناء؟ قال: في ميزان الباطل. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك. لنفسك ضيع الساعتين دول ليه من عمرك؟ والله هتندم عليهم في قبرك، هتضيعهم من عمرك، هتندم عليهم في قبرك. ولذلك قال بعض العلماء: ان لكل يوم عمل، فمن ادى عمل اليوم، والا من اجل عمل اليوم الى الغد، جاء الغد بعمل جديد. ولا يكون التنافس الا في النفائس، ولا انفس من الجنه، فمن لم يبذل من اجلها انفس الانفاس شكى يوم القيامه مراره الافلاس. يفسح له في قبره مد بصره ويقول: يا رب اقم الساعه، اقم الساعه، اقم الساعه. ايها الاحبه في الله، اما عن الشاكله الثانيه، ونعوذ بالله ان نكون من اهلها، هذا باذن ربنا بعد جلسه الاستراحه المشرقه. Thank you.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلق الحبيب. أما بعد أحبة في الله، لعل جنازة هذه الجنازة الطيبة المباركة أن تكون سببا في عودتنا إلى ربنا، أن تكون سببا من الأسباب التي تعيدنا إلى الله جل وعلا. من كان على طاعة فليزد، ومن كان على معصية فليتم. عود إلى الله جميل، لأنك لا تضمن بأي خاتمة تكون لك وأي القبور يكون قبرك. أخيرا أيها الأحبة، أما عن العبد العاصي فتعاد روحه، تطرح روحه من السماء، وعندما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق. يا الله، تعاد روحه في قبره، يأتيه ملكان ينتهران ويسألان، يقعدانه وينتهران. فانت لما بتخش مغفر شرطة يجي لك شويش، ولا يجي لك أمين شرطة ولا ضابط شرطة ويرفع صوته، ترتعب، تخش قلبك الروح بالخوف. فكيف بملكين يأتيانك في قبرك لا تعلم، لا يعلم قدرهما إلا الله؟ من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كان عمي الشيخ في الدنيا بيقول لي ربي الله صل على النبي، كنت بقول كده، لكن مش عارف اقول في القبر، مش هيقوم، مش هيقوم. ليه؟ لانه ما عرفش ربنا. اذا اراد ان يعصي الله خان بمعصيه الله، ما عملش حساب لربنا، زي الشاب اللي امسك بفتاه في الطريق مخمور وامسك بها يحتضنها يقبلها، والناس حاولوا فك الاشتباك ما استطاعوا. فجاء شاب من بعيد، نظر المنظر كده شيخ من بعيد، فقال له في اذنه كلمه، فوقع الشاب المخمور مغشي عليه، ساب الفتاه. فقالوا عجبا، حاولنا فك الاشتباك ما استطعنا، فلما جاء الرجل من بعيد وقال لك كلمه تركت الفتاه، ماذا قال لك؟ قال لقد قال لي الم تعلم بان الله الان يراك. ربنا شيفك يطلع عليك، ربنا شيفك يطلع عليك، ربنا يراك. فاذا ما سئل من ربك، انت عملت حساب ربنا ايه؟ انت اطعت ربنا؟ انت كنت خالد بمعصيه قلت لا مش هنعصي ربنا؟ ولا لما تحب تشرب حاجه بتختلي بيها؟ ولما بتحب تشوف حاجه على التليفون بتاعك المحرم تتفرج عليها؟ قلنا ايه؟ قول لحضرتك حالك ايه؟ انت مع نفسك في القبر، انت حر؟ انت حر ازاي؟ يعني انت هتزود من عملك من ربك؟ ولذلك الاعرابي الذي خلد الاعرابيه في السماء في الصحراء وقال هيت بنا الى معصيه الله، قالت يا رجل المعصيه الزنا؟ قال انني اعشقك واحبك. قالت اخرج فانظر هل نام القوم ام لا، فرجع الى الخيام ونظر فيها، فرجع اليها وقال لقد نام القوم جميعا ولم يبقى في السماء الا الكواكب. قالت واين من كوكب الكواكب؟ الله، اين الله لكل عاصي؟ اين الله لكل زاهد؟ اين الله لكل شارب خمر؟ اين الله لكل عاقل والديه؟ اين الله؟ اين القبور يكون قبرك؟ أي القبور يكون قبرك؟ عن بيتك مزينه بالرخام، شيء طيب عيش، لكن اعمل حساب لقبرك، اعمل حساب إن في قبر هيسيبك الأهل، وبعد ثلاث أيام هتنتن، الإنسان هينتن، يبقى نتن. تفكر في مشيئك والمنام، ودفنك بعد عزك في التراب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة بهذا، وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب.
توبه قبل المنات. توب توبه قبل المنات. من ربك؟ مش عارف ربنا يا سيدي، مش عارف والله ما يعرفه. طب احنا حوالين منه 60-70 راجل، قل ربي الله. لا امر كده، اهدينك مش عارف دينه، طلع من الحياه مش عارف صلاته، مش عارف صيامه، شاطر في النت والانترنت، شاطر في الدنيا، شاطر في التجاره، مش عارف الدين. ومن نبيك؟ والله ما يعرف السنه ايه. قل بالسنه ولا بشكل، ما انا مش عارف ايه السنه اللي طالعين فيها دي. هذا الانسان في قبره نادى مناد من السماء ان كذب عبدي. ايه التقريب النهائي؟ ايه النتيجه؟ افرشوا له من النار. نعوذ بالله. هو حلو عبد البيت. افرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حميمها وزقومها وريحها فيقول ربي لا تقم الساعه. اختار قبرك، اختار قبر بايدك، بايدك بعملك، فاي القبور يكون قبري؟ سؤال دار في قبري لاردت ان اجاوب عليه، سؤال دار في خاطري، اي القبور يكون قبري؟ اي حال في قبري؟ يا هل ترى هل قبري روضه من رياض الجنه؟ يا هل ترى هل مقعدي الى الجنه؟ يا هل ترى سياتيني من ريح الجنه ومن نعيم الجنه؟ ان يكون غير ذلك. وده حالنا، حال الانسان في الدنيا. لابد ان يفكر في المرحله الثانيه، اول منزل من منازل الاخره، من نجا منه فكان مع ابي صالح. فهذا الحسن ابا سعيد كان يعرف امراه وابنتها، كنا من العابدات يعبدن الله عز وجل في المساجد، وفجاه ارسلوا للحسن قالوا يا حسن ان الفتاه تعتبر بتلك ملك الموت، الشقه الصغيره بتموت. قال ففزع الحسن ابا سعيد وذهب الى الفتاه، ثم قال لما رات الحسن بكت، قالت ما يبكيك يا فتاه؟ قال ما يبكيك يا فتاه؟ اتبكينا من الموت؟ قالت يا ابا الحسن، يا ابا سعيد، سيحفى على وجه التراب. يا ابا سعيد وانا في شبابي سيحفى على وجه التراب. يا ابا سعيد وما شبعت من عبادة ربي. يا أبا سعيد والله لو رأيت أمي وهي تقول لأبي يا فلان احفر لها قبرا واسعا واختر لها كفنا جيدا. يا أبا سعيد لو كان السفر إلى مكة لطال بكائي، فكيف ولو كان السفر إلى القبور؟ يعني انت لو مسافر راح مكه عمره اهلك بيبكوا عليك ان انت راح مكه زعلانين عشان هتمشي، فكيف ولو كان السفر الى القبور لا عوده لك؟ مش عوده لك. اخوانا كلام كتير، عاوزين قلوب حيه، قلوب تصحو تصحو. واياك واياك والمعصيه، اياك. يعني اذا فلت من عداله الارض مش هتفلت من عداله السماء، لن تفلت من عداله الارض. الفلتة من عدالة الأرض دي اللي قالها مين؟ قالها يوسف الكوفي لما كان يطوف في الطواف، وجه رفع إيده كده لقى واحد كان بيمن يقول اللهم اغفر لي ولا أراك تغفر لي. فقال يا رجل لماذا تغفر من رحمة الله؟ قال ابن رحمة ربنا ليه؟ قال كنت جنديا من جنود يحيى بن محمد ودخلنا إلى إحدى البلاد فقال لنا إذا دخلتم إلى هذه القرية فاقتلوا من فيها جميعا، ومن دخل دار وعلق قرباته، يعني الصوت بتاعه على الدار، دخل الدار واخذ الغنائم التي في الدار. قال فقتلنا 30,000 من المسلمين، ودخلت دارا وعلقت صوتي ودخلت الى الدار لاخذ الغنائم، فوجدت رجل وامراه وابنا لهما. فقلت لها اخرج المال، قالت ما عندي مال، فقتلت الرجل. اخرج المال، قالت ما عندي مال، فقتلت الولد الاول، ثم قلت لها اما تخرجي المال واما اقتل هذا الولد الباقي. قالت انتظر، فدخلت الى حجره وجاءت الي بدرع من الحديد الذي يوضع على الصدر اثناء القتال، لكنني وجدت على الدرع مكتوب كلام هو الذي قال لي، وقال في نفسي ان ادعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي ولو هرك تغفر لي. قال ماذا وجدت مكتوبا؟ قال وجدت مكتوبا على الدرع اذا جار الامير وحاجباه، الرئيس، المرؤوس، المسؤول، المدير، الوزير، المسؤول عامة، انت في بيتك كمان، إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أصرخ في القضاء
فويل ثم ويل ثم ويل لقاب الأرض وقاب السماء. إذا فلت العبد من عدالة الأرض لن يفلت من عدالة السماء. عاوزين نمشي، عاوزين نمشي، احنا الرحيل ممكن حصل. حضرتك سؤال، مين من جالسين ابائنا الفضلاء اللي هم وجوههم نكره هؤلاء، مين معاه ضمان ان يصلي الجمعه؟ مفيش ضمانات. اذا عاوزين نعمل لقبورنا، نعمل لما بعد القبر، واياك والمعصيه، فالمعصيه جربوها ان نجا منها العبد في الدنيا اول منزل للمنازل الاخره يكون العقاب. أخدم كلامي أيها الأحبة في الله بقصة ذكرها بعض العلماء الأجلاء الذين نحسبهم على خير والعهد عليه. قال: كنا في رحلة دعوية إلى مدينة الأردن وكان معنا شيخ كويتي، وفجأة بعد صلاة الجمعة جلسنا في المسجد لنتدارس مسألة من العلم، فجاءنا بعض الناس يهرعون، دخلوا علينا المسجد فقالوا: يا شيخ أين الشيخ؟ توجهناهم إلى الشيخ الكويتي، قالوا: يا شيخ نحن جئنا لندفن شابا مات على اثر حادث مروري يعني في الطريق، فلما جئنا ندفن الميت بنحفر القبر وجدنا ثعبانا في القبر، فقال: انتظروا. وذهبنا اليه فقال: احفروا له قبرا اخر. وعلى بعد 200 متر من القبر الاول حفرنا قبرا اخر، قال: فوجدنا الثعبان هو في القبر، فكنا عجبا. قال: ارجعوا الى القبر الاول. قال: فرجعنا فوجدنا الثعبان سلك مسلكا بين القبرين ووصل الى القبر. قال: لو حفرنا قبورا كثيره لكان الثعبان كما هو. ولذلك ذكر الامام القرطبي مساله مثل هذه المساله على شاكله هذه المساله، قال: لو حفرنا قبورا عديده ما علينا الا ان نخرج هذا الثعبان. وجاءوا باسياف الحديد ورفعوا الثعبان من القبر بكل ما يستطيعون، وجلس الثعبان على حافة القبر نافرا نفسه، حتى أن بعض الناس هرعوا وفزعوا وخافوا وأغمي عليهم من منظر الثعبان. ماذا نصنع؟ ونزلوا إلى القبر وأخذوا الميت ينزلونه في قبره، فإذا بالثعبان ينفر نفرة أثار معها الغبار، ففزع الناس وخافوا، وخرج الذين في القبر من القبر، فإذا بالثعبان ينزل القبر ويلتف على هذا الشاب التفاف من قبله إلى رأسه. وكنا نسمع تكسير عظامه كما تكسر وتقطع قطعة الكراد، حزمة الكراد، تكسير العظم، فإذا بنا نتعجب، ما حاله؟ ثعبان يلتف عليه في قبره، أمر فظيع. فذهبنا فقالوا: من تتكلم في حقي إلا أن تسألوه أمه. فذهبوا إلى أمه فقالوا لها: كيف حل ابنك؟ وجدنا أمرا عجيبا، قالت: ابني كان طيب القلب لكنه كان لا يصلي. أيها الأحبة، محصلة عملك ستلقاها في قبرك، محصلة عملك ستلقاها في قبرك. أختم كلامي فأقول: وكأن شاب جلس في مقهى مع أصدقائه في منهى يتكلمون ويتحدثون عن حال الدنيا، وإذا بهم يمرحون، وإذا بهم يفرحون، وإذا بهم يتكلمون: هل صلوا العصر؟ لا، جاء المغرب بعد العشاء، جاء العشاء بعد المغرب وما صلوا فردا من الفروض، جلسوا في لهو وسهو، جلسوا في معصية ومعاصي يتكلمون في حال الدنيا. كان من بينهم شاب قوي العضلات وفقد الصحة، عنده صحة وعافية، جسمه قوي، أخذ يتكلم مع أصدقائه في الملهى: أنا القوي العبقري، أنا صاحب الإمارة، أنا صاحب الوزارة، أنا وأنا وأنا وأنا. وقال: غدا سأكون بين أحضان عروسي، غدا ستكون فرحي، غدا بعد غد سأكون تجارة، وبعد بعد ذلك سيكون عندي إمارة، وبعد ذلك ستكون عندي أفضل سيارة. شاب قوي العضلات مفتول الصحة، وفي لحظة تمدد جسم هذا الشاب، جاءت سكرة الموت وقدم صوته واصفر لونه، جاءه: ما الذي جعلك يا أخانا؟ أنت الآن الذي كنت تكلمنا، أنت الآن الذي كنت تحدثنا، أنت الآن الذي كانت لك أمال، أنت الآن الذي كانت لك أحلام، أين أمالك؟ أين أحلامك؟ أين أنت؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. قال الدكتور: لقد جاء أمر رب الطبيب، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها
ما تلحظة، ما تزواني، ما عملش حاجة في بيته، ضيع صلاة، ضيع زكاة، ضيع عمره، شرب مخدرات، نزل للحرامات. يا دكتور شوف حاله، يا دكتور احنا كنا بنكلمه دلوقتي، يا دكتور كان بيتكلم معانا، يا دكتور مرجوك شوف حاله. قال لقد جاءنا الرب الطبيب. فبكوا وارتفعت أصواتهم لأن أعمارهم ضاعت، ومات أحدهم فجأة لحظة. فإذا بأحدهم قال وكأن للداعي يبكي عليه أقربوه، وكأن القوم قاموا فقالوا أدركوه، كلموه ما تكلم، حرقوه ما تحرك، وكأن للداعي يبكي عليه أقربوه، وكأن القوم قاموا فقالوا أدركوه، كلموه حرقوه لقنوه غمضوه جردوه غسلوه كفنوه، وكأن للداعي يبكي عليه أقربوه، وكأن القوم قاموا فقالوا أدركوه، كلموه حرقوه لقنوه غمضوه جردوه غسلوه كفنوه وعلى أعواد المنايا شيعوه، وإلى المحراب قدموه، وإلى المحراب قدموه، وإلى المحراب قدموه، صلوا عليه وودعوه، صلوا عليه وودعوه، صلوا عليه وودعوه، وفي التراب أفردوه، أوحدوه، تركوه، ولو ظلوا معه ما نفعوه. أبشر إن روح المؤمن نسمة في جوف طائر يلعق في الجنة إلى أن تقوم الساعة. أبشر أيها المؤمن بروحك في الجنة بإذن الله، وإياك وإياك أن تكون عكس ذلك. أمن هو قامت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة الحائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان الفاني. يا حبذا في غصن الدجى عينان من خشية الرحمن باكيتان. إلى الأحبة أدعو الله عز وجل في عليائه أن يتغمد أمواتنا جميعا برحمته، وأن يرزقنا حسن خاتمة عند الممات، وأن يجعل أمورنا جميعا علينا سعة وسرورا ونورا، وأن يرنا مقعدنا من الجنة، وأن يباعد بيننا وبين مقعدنا من النار. أي القبور يكون قبري، اختر لنفسك قبرك بعملك الصالح وبتوبتك وبالقرآن وبالصلاة وبالصيام، عد إلى الله عودا جميلا، ولعل هذه الجنازة في ميزان حسنات هذا المتوفى إن شاء الله بعودتنا إلى ربنا وتوبتنا وإنابتنا إلى الله. أسأل الله العظيم في عليائه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرفع قدرنا وأن ييسر أمرنا. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح بلادنا، اللهم اجعل مصرنا أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم إن تركنا الأحباب والأخلاء والأصدقاء في قبورنا ثبتنا يا رب بالقبر الثابت، اللهم ثبتنا في قبورنا بالقبر الثابت، اللهم ثبتنا في قبورنا بالقبر الثابت، اللهم ثبتنا في قبورنا بالقبر الثابت. اللهم إن تركونا ومضوا اجعلنا سعداء في قبورنا، اجعل قبورنا علينا نورا وضياء وسعة وسرورا. آمين آمين آمين. اللهم إن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان. وأقم الصلاة.